عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في صحيح البخاري كان صائما، فلما قرب وقت الإفطار قدم إليه الإفطار، فلما وضع أمامه لما أذن المغرب دخل وقت المغرب جاء ليأكل ثم توقف وصار يبكي، فقالوا له ما الذي يبكيك؟ فقال كان مصعب بن عمير من أنعم شباب مكة. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أنعم شباب مكة، يعني أمه كانت غنية وكان منعما، فلما أسلم حاربته أمه ومنعته المال وحبسته حتى هاجر رضي الله عنه، ترك الدنيا لله سبحانه وتعالى. يقول فلما مات مصعب بن عمير، يقول فلما مات مصعب بن عمير جئنا نكفنه فلم نجد ما نكفنه به إلا ثوبا واحدا، إذا غطينا رأسه بدت قدمه، وإذا غطينا قدميه بدا رأسه. شوفوا الحاجة، كفن ما عندهم، خرقة بيضاء ما عندهم، لا بيضاء ولا غير بيضاء، ما عندهم خرقة يكفنون بها مصعب بن عمير، تكفيه يعني، إما أن إذا وضعوها على الرأس انكشفت القدم لأنها قصيرة لا تصل إلى القدمين، وإذا غطوا القدمين بدأ الرأس. هكذا كانت الحالة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه ووضع على قدميه إذخر ثيل، وضع على قدميه غطيت رجلاه بهذا الحشيش، ثم دفن رضي الله عنه. فبكى عبد الرحمن تذكر، قال أما نحن فقد فتحت لنا الدنيا فنحن نهدبها، أي نأكل من هذه الدنيا، ثم قال أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا، أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. فظل يبكي ولم يأكل شيئا رضي الله. فماذا نقول نحن ملوك نعيش اليوم حياة الملوك؟ كل فترة وفترة الإنسان يخرج الملابس الزائدة من بيته، غص البيت بالملابس، غصة الخزينة بالملابس، خزائن الملابس كانت لا تحتمل الآن من كثرة الملابس، وهذه نعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، والصلاة تبارك وتعالى تتم علينا وعليكم النعمة، ولكن لقصد الإنسان لا ينسى الآخرة، لا ينسى أنه سيأتيه يوم ويموت، فنحمد الله تبارك على هذه النعمة ونحافظ عليها، والشكر أفضل وسيلة لحفظ هذه النعم، وبالشكر تدوم النعم. صلى الله أن يجعلنا وياكم من الشاكرين.